نار الصيام علينا شاهد، جنود صايمة تعلي كلمة التوحيد تجاهد. كان الصيام هو السلاح، كان النداء حي على الفلاح. معارك بالقلوب بيها نفتخر، بدر وفتح مكة وعين جالوت وهنفتكر. القادسية وكمان حتين واكتوبر 73، القادسية وكمان حتين واكتوبر 73، كلهم جنود صايمين وبتنتصر، جنود صايمين. معركة حارم. معركة حارم هي واحدة من المعارك الحربية التي خاضها المسلمون في شهر رمضان المبارك، كما إنها من المعارك التي أعادت الهيبة والتمكين للمسلمين ورد كرامتهم. فبعد هزيمة المسلمين بقيادة نور الدين محمود زنكي على يد الفرنجة في معركة البقيعة، والتي وقعت أحداثها سنة 558 هجرياً، حين كان قاصداً طرابلس، فما كان من الفرنجة إلا مباغتة الجيش الإسلامي والهجوم عليه وقتل ما لا يعد ولا يحصى من المسلمين فضلاً عن الأسرى. هنا عزم نور الدين على الأخذ بالصقر ورد اعتبار المسلمين، فبدأ بتجهيز قواته استعداداً للقاء والأخذ بالصقر. وحينما خرج الفرنجة من عسقلان في طريقهم للقتال مع أسد الدين شريكو بمصر عام 559 هجرياً، استغل نور الدين الفرصة وراسل الأمراء طلباً للعون وحث المسلمين على الجهاد في سبيل الله. وبعد أن اجتمعت لديه الجيوش الإسلامية صار بهم إلى حارم، وهو حصن حصين في بلاد الشام بالقرب من حلب، وكان هذا في شهر رمضان المبارك. هنا حاصر نور الدين حارم ونصب عليها المنجنيق، وقبل أن تبدأ المعركة انفرض بنفسه ومرغ وجهه في التراب داعين الله أن يتم نصره وأن يهزم الأعداء. بدأت المعركة واحتدم القتال بين الطرفين وتناصرت الأشلاء. في البداية تمكنت الفرنجة من الهجوم على ميمنة المسلمين حتى تراجعت وبدأ أنها قد انهزمت، إلا أن هذا كان مخططاً له حتى تلحق فرسان الفرنجة بفلول الميمنة، وبالتالي تنقطع الصلة بينهم وبين المشاة، فيتفرغ المسلمون للقضاء على المشاة. وبهذه الخطة المحكمة أحاط بهم المسلمون من كل جانب، وقدرت أعداد القتلى من الفرنجة بحوالي 10,000 قتيل ومثلهم أسرى. وكان من بين الأسرى أمراء أنطاكيا وطرابلس. وفي اليوم التالي للمعركة استولى نور الدين زنكي على حارم بعد أن أجلى الفرنجة عنها وكتب الله له النصر والفتح العظيم في شهر رمضان المبارك من عام 559 هجرياً. وتستمر الحكايات والمعارك في شهر رمضان المعظم، شاهدة على صدق ونبل جنود بواسل ضحوا بأرواحهم في سبيل العزة والكرامة. وإلى لقاء يتجدد غدا مع جنود صائمون. صيام علينا شاهد، جنود صايمة تعلي كلمة التوحيد تجاهد.